ما بني على حق دام واتصل، وما بني على الباطل انهدم وانفصل. وإذا بدت البدايات صحيحة كانت النهايات على غاية النجح والقبول من عند الله. فكيف تكون البدايات وما النهايات؟ البدايات الالتزام بالشرع الشريف، فما من واحد من أهل الله تعالى إلا وأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولم يعكس فيأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. تصحيح البدايات أن تلتزم بهمة بما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه، أي أن تلتزم معالم الشرع الشريف الذي ما أنزله الله للعالمين عبثا، وإنما جعله سببا لخيرهم ولحسن معاشهم وارتياشهم ولحسن معادهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والالتزام بالشرع الشريف يبدأ بالطهارة، فإنها مقدمة الصلاة، من أجل أن الطهارة كانت أول البدايات. قالت السيدة نفيسة لما مات الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكان إمام الدنيا وناصر السنة وكان من أهل البيت الذين يحرم عليهم طلب الزكاة، بنو هاشم وبنو المطلب، وهو كان من بني المطلب، وكان الإمام الأجل، قالت رحمه الله كان يحسن الوضوء، فإذا أحسن الوضوء فقد صحح البدايات، ومن صحح البدايات أنجح الله له النهايات، فأشارت بالبداية إلى النهاية. بعض الناس القاصرين يفتكروا كان يحسن الوضوء يعني يدوبك، ها لا، ده كان يحسن الوضوء دي حاجة تانية. كان يحسن الوضوء أي أنه كان على علم وإخلاص، وكان على الطريقة المحمودة، وكان على الشرع الذي أمرنا أن نتمسك به، فصار إمام الدنيا نذكره إلى يومنا هذا، وهو صاحب مصرنا هذا لأنه مدفون فيها. ولذلك شاع مذهبه هنا، وأصبحت مصر من أركان المذهب الشافعي عبر التاريخ. كان رحمه الله يحسن الوضوء، فترحمها حكمة، وذكرها للبدايات حكمة، وفيها إشارة إلى ما معنا اليوم، أن نجح النهايات إنما يكون بتصحيح البدايات. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، ومنها قولهم ما بني على باطل فهو باطل، أي وما بني على الصحيح فإنه يصح. وإذا تركت العود ينبت يعوج، فإذا أقمته استقام، فإذا أقمته في بداياته نجح في الإقامة في نهاياته. وكذلك من تربى على مثل هذه الأخلاق صغيرا فإنك توقره كبيرا. تصحيح البدايات بأداء الزكوات وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقبل الله ذلك كله إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته، فإن حب النبي المصطفى والحبيب المجتبى وحب آل بيته من أركان الإيمان. لا يقبل الله عدلا ولا صرفا ممن لم يدخل حب النبي قلبه.
فإذا دخل حب النبي قلبك فاعلم أنك على الخير وأنك مختوم لك بالسعادة، وإذا كان على غير ذلك فهذا هو الخذلان المبين، ويجب عليك أن ترحل مما أنت فيه إلى رضوان الله بأن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتم حبه صلى الله عليه وسلم إلا بحب أهل بيته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. ترك فينا كتاب الله نهتدي به، وترك فينا عترة أهل بيته نحبهم بحبه ونوقرهم بتوقيره، ونبتلى فيهم ببلوتنا، ونكلف فيهم بتكليفنا لله، فينبغي علينا أن نصبر عليهم وأن لا نغتابهم وأن نقوم بهم وأن لا نجعلهم يحتاجون إلى الناس، وأن نعتقد فيهم حسن الخاتمة، وأن نتألم لمن عصى الله منهم، وأن نرده ردا جميلا، وأن نبكي عليه بكاءنا على أولادنا وآبائنا، وأن نحبهم أكثر من حب أهالينا. لا يقبل الله صرفا ولا عدلا إلا بحب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حبه حب آل البيت الكرام.